وهو كتاب جليل القدر، غني عن التعريف، بل هو أشهر كتب أحاديث الأحكام، كتب الله له القبول واشتهر في المسلمين شهرة بالغة، وتناوله العلماء بالشرح والتعليق. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 852 للهجرة. وهو كتاب جليل القدر، غني عن التعريف، بل هو أشهر كتب أحاديث الأحكام، كتب الله له القبول واشتهر في المسلمين شهرة بالغة، وتناوله العلماء بالشرح والتعليق. تبلغ أحاديث البلوغ 1568 حديثا على حسب بعض الطبعات. وقال في مقدمته: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وطريقته فيه أنه يورد أحاديث الباب الفقهي، ثم يعقب كل حديث بذكر من أخرجه من الأئمة على سبيل الإيجاز، مع ذكر الحكم عليه، لكنه تارة يذكر حكمه هو، يحكم هو بعبارته هو، وتارة يكتفي بحكم غيره، وأحياناً لا يذكر الحكم على الحديث. وإذا قال أخرجه السبعة فمراده أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع، وإذا قال أخرجه الستة فالمقصود الصحيحان والسنن الأربع، وإذا قال الخمسة فمراده أحمد والسنن الأربع، وإذا قال الأربعة فمراده أصحاب السنن الأربعة، وإذا قال الثلاثة أخرجه الثلاثة فالمراد أبو داود والنسائي والترمذي، وإذا قال متفق عليه فالبخاري ومسلم، وما عدا ذلك يبينه، يبين من أخرجه يعني، فيقول مثلا أخرجه أبو داود، أو يقول أخرجه أحمد وابن ماجه، ونحو هذه العبارات.